الصيف معروف ثلاثة حاجات، السخانة، البحر، وريحة ال تخرج لبرا تلقى عروقاتك شرتلة، في دقيقتين تتصمت، تهرب للدار في بالك باش تركش، تلقى روحك تسيب سلة سلة، ما عندك وين هارب. أما احنا توانسة سناجر، كل واحد عنده تكنيكاته باش ما يتبشمتش ويعدي الصيف مفرشك. تنفس بقصبة أنا برجولي. مروحة ومريقل. النيك والجلاس والبير. أنا واحد من الناس الأكثرية ديما نبيت في السطح، وين شيخ عندنا اسمه الفوق. لازم الدودوران، هذه أول حاجة لازم تعملها خاطر باش تخرج باش ريحتك باش تبقى مانتنا خاطر سخانة برشا. كليماتيزير. نحنا ما عندناش كليماتيزير في الدار، نحنا ناس غلابة، واللي مالوش نياب ياكلوا ذياب. كليماتيزير عامل عليه مزية كبيرة برشا. شنو بالضبط كليماتيزير؟ مانيش حاسس بالصيف، نحس بالصيف كان نهار الاثنين. اللي مرحوا بالخطاب تاع الطنجرة يعملوا لها هكا، نحن كليماتيزير تاعنا نشدوا كي مرحوا ولا طرف كرذونا نعملوا كي مرحوا على بعضنا. الموضوع هذا كل ما يتجبد تجبد معاه لغة فلوس وطبقية، وهذا حتى من قديم الزمان. في روما القديمة كانوا عاملين حنايا توصل الماء البارد من جبولات العالية حتى يكشل وسط البلاد، يعملوها في نافورات بوبليك باش ينجموا يتفرشكوا بها العباد الكل. وبطبيعة الكروز كانوا ديما مسلكينها، يوصل لهم الماء البارد في شعب في حيوت ديارهم باش يبقاو ديما باردين، يطلع منهم كرومان. اما حتى البصاروة ما عندك فيهم ما تقول. في العام 4000 ما قبل الكليماتيزور كانوا لازمهم يتذكاو باش ما يذوبوش. واحدة من الحلول اللي لقاوها انهم يعلقوا خيش ومناشف في شبابك والبيبان، منها باش تسد عليهم الشمس ومنها كي باش يتبخر الماء تدخل نسمة باردة. حل ذكي سهل وما يتكلفش. الفرس كانوا عاملين حاجة اسمها المليقف، واللي هي عبارة على أبراج عالية مبنية بطريقة انه الهواء كي يدخل من الفوق يهبط يبرد البنية اللي تحتها، وكي يدخل يخرج الهواء السخون اللي موجود غادي. الاركيتكتور ان جينيرال لعبت دور كبير في التبريد. ديما البني القديم تلقى فيه سقف عالي، الشيء اللي يخلي السخانة ديما تطلع الفوق وتبقى الدار في البرود. عام 1902 كان فما دار نشر في نيويورك الصيف عمل لها مشكلة كبيرة. السخانة والهوميديتي كانت تتكمش الأوراق وتخلي الطبعة تجي مش هي. حتكلموا جونيور اسمه كارير باش يلقى لهم حل، واللي هو كان الكليماتيزور، ومعاه تخلقت هواية لروتريتيل الكل، اتخرنين من مصروفه والتشكي من مشاكله، والكل عنا واحد في العائلة اللي تلقاه نهار وطول ويطلع في حكايات من الحيط باش ينقص 30 دينار من فاتورة الضوء. وأكثر حاجة أكيد راكم سمعتوا بها اللي هو يخليكم تبرد، يحير ليزاليرجي، يعمل هشاشة العظام ويوجع المفاصل، تقريب باش يقول لك يفرغ ركيب. أي دونك في الحقيقة السيد هذا خايف علينا إحنا ولا خايف على مكتوبه؟ مرض الفقير ما مرضش اللي عنده فلوس. مرض زي مرض سماش مع حاجه تسقط قد الدوله صح. الفقير ماهوش مال، تو كيف تحط له عجه بالمرقيز كيف ما باش تحط له لحم علوش. علمي صحيح. ليه خاطر ديما محلول في الدار، ما عمري ما قلقني انا حتى ندوش. الدوش تبدا عارق قدام كليماتيزير زاد مش باهي. ثنا ترينا راح ساعات سخون البيت كليماتيزي ولا الصاله كليماتيزي فما دفا نمر. يمرض يهز الشرنيكول ويهز برشا حاجات، خاطر احنا ماخذين كليماتيزيرات من برا ويركبوا فيهم لهنا بالعان يحبوا يقتلونا هما لهنا. عطيهم ياخذوا الفلوس. هذا لوجيك واقع، الكليماتيزور ويمرض ويسق. يعني بينات السخانه والبرد تقعد تدخل وتخرج ماهوش باهي. ايه عندي شكون مضرور منه في الدار. يخليك ما عادش تنيك مرتاح، يوضع الظهر. ويعمل البرد، ما يخليك يا معلم تفيق ساعات الصباح تحس راك تحرك بسيف من الكليماتيزور. يرجع الكورونا الكليماتيزور، بيسك هو يرجع البروده والحكايات هذيك. مثلا الماء حاشاك. اون بليس يعمل ميديتي هو الكليماتيزور. عنده حاسيل وحاجات ضرب الانسان. ما يعمل هشاشة العظام هو برشا برشا مش باهي زاد. تعرف الكليماتيزور يرجع لجريج، وحتى حد ما يحب جريج متوجع. انا عندي خويا في السعوديه، ديما الكليماتيزور يمشي خاطر سخانه برشا. الكورونا ما باش تقص. قال لك اسال المجرب وما تسالش الطبيب. الكليماتيزور راهو نعمل، بقينا يلزمنا نردوا بالنا من حاجتين، الخز اللي يقعد فيه، فما جرثومه تعيش فيه تنجم تعمل برونشيت خاصه عند الناس الكبار. ابار سا ما عندوش امراض مخطره، معناها لا هشاشه عظام يتسبب فيه هشاشه عظام، لا في ماء، حتى الحساسيه ما يعملش. اما اللي عنده حساسيه يمكن يزيد يقلقوا كما ويجري الخشم ويعمل لونجين، هذه حاجات معروفه معناها تنجم تصير عند الناس الكل. يعاوننا برشا ويسهل لنا العيشه في النوم خاصه والراحه في القايله وفي الليل، وخاصه عند الناس الكبار والبيبيات معناتها ما نخافوا منه. المهم لونتريتيان. الكليماتيزور برشا عباد ماخذه فكره عليه بالغلط كومبليتمون. بالنسبه للي عنده حساسيه والواحد لازمه في داره يعمل نيتواج للي فيلتر، خاطر اللي فيلتر طول المده يفيدوا دي بكتيري لازم ينظفوا في كل سيزون. كيما تشوفوا الكليماتيزور كي تستعملوه مليح ما فيهوش مضر غيالمون، ونجم حتى يكون فيه فايده. فما برشا ديزيتود وراو اللي النومه تجي خير برشا وابن برشا كي تبدا سخانه البيت كونترولي، وحتى الخدامه يخدموا خير كي يبداو ماهمش مفاهمين
السخانة. أما أكثر الناس تستحق الكليماتيزور هما الكبار في العمر اللي سخانة تنجم تكون لهم اختار على حياتهم. وانتم بوبلين وبوبليات، احكي لنا على حكايتكم مع الكليماتيزور، من النوع اللي تتقلقوا منه وتبعدوه وإلا ما ترغدوا كان بيه. دونك احكي لنا على حكايتكم معاهم على سخانة اون كومونتير، وما تنساوش باش تبارتاجيو الفيديو كان عجبتكم وتابونيو رواحكم في الشين باش ما يفوتكم حتى جديد. يلا على خير على خير.